لنقاش الملف الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني موسى أفشر. أهلا بكم سيدي. تحياتي إليكم وإلى قناة الرافدين. تفضل. سيد موسى، كيف تقرأ الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية والتي شملت 4 كيانات مرتبطة بفيلق القدس وشركة طيران؟ في الحقيقة وقبل أن أشير إلى ما تفضلت بهذا الخصوص، لابد أن أؤكد بأن المقاومة الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول 2017، يعني تقريبا بحدود أكثر من سنة ونصف سنة، نحن فضح المقاومة الإيرانية فضحت شركة ماهان العائدة إلى قوة القدس الإرهابية، وطالبت المقاومة الإيرانية بوضع هذه خط طيران ضمن قائمة العقوبات، لأن وذلك بسبب دور هذا خط طيران لقوة القدس الإرهابية لنقل الميليشيات التائفية القاعدة للنظام الإيراني ونقل الأسلحة إلى سوريا ودول أخرى. هذا كان أكتوبر تشرين الأول 2017. لكن التطورات التي تابعناها وتابعتها المقاومة الإيرانية، وكما تعرفين أكيد، هو الملف الإرهاب النظام الإيراني في أوروبا، واللي بدأت طبعا في مارس في آذار 2018 في ألبانيا، حينما قام النظام الإيراني بمخطط تفجير، طبعا مخطط فاشل، وثم التخطيط لتفجير التجمع الكبير الإيرانيين لمئة ألف من الجالية الإيرانية في باريس اللي تم سيد أيضاً موسى. سنتحدث بتفصيل عن الموقف الأوروبي من كل هذه المواضيع، لكن نتحدث الآن تحديدا عن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على إيران، وإلى أي مدى ستكون أو ستحد فعليا من نشاط فيلق القدس من النواحي العسكرية والمالية باعتبارها شملت أيضا فيلق القدس؟ نعم، عندما كنت أشير إلى الموقف الأوروبي هو من أجل أن أسلط الضوء على أهمية ما قامت به السلطات الألمانية قبل الولايات المتحدة. صحيح. في الأسبوع الماضي بوضع بمنع يعني هذه الخطوط، خطوط ماهان العائدة لقوة القدس الإرهابية إلى ألمانيا. الآن الإجراءات الجديدة هي الإجراءات التي تتخذ بسبب اقتراب طبعا مؤتمر ورسو، وهو مؤتمر في بولندا في شهر فبراير القادم. وهذه عبارة عن إجراء، لأنكم تعرفون الولايات المتحدة باركت العقوبات، وضع الحرس الثوري، وضع وزارة المخابرات من قائمة الإرهاب الأوروبي، وثم إجراء السلطات الألمانية بحظر خط طيران ماهان إلى أراضي وسماء ألمانيا. الآن الإجراءات التي تتخذ من أجل ضد النظام الإيراني وضد بالأحرى قوة القدس هي خطوات مشتركة منسقة أوروبية أمريكية، واللي يعني طبعا تشير بشكل يعني واضح إلى أهمية التجمع الذي سوف تشهدها بولندا، وهي يعني تحالف ضد تدخل النظام الإيراني وإرهابه أوروبيا وأمريكيا. هل تتوقع أن تستجيب الدول الأوروبية بعد ألمانيا وواشنطن، تستجيب لهذه الدعوات، دعوات فرض حظر على شركة الطيران شركة ماهان؟ في الحقيقة كما تعرفين هناك عقود تجارية كبيرة تتطلع إليها الدول الأوروبية مع النظام الإيراني، لكن هناك أمور أخرى تتدخل في هذا الأمر، بما فيها الملف الأوروبي، ملف النظام الإيراني للإرهاب في أوروبا. والمهم أنها ليست فقط تستحدث المعارضة الإيرانية كما أشرت، مثلا تجمع فيلبند أو مقر مجاهدي خلف ألبانيا وغيره،
لكن انها يعني تستهدف ايضا الامن المواطن الاوروبي ايضا. لذلك الان وكما تعلمون قبل اسبوعين وضع الاتحاد الاوروبي وزاره مخابرات النظام طبعا الدائره الامن الداخليه وهي الدائره التي تدير عمليه الاغتيال وعمليه الارهابيه بالخارج ضمن قائمه الارهاب الاتحاد الاوروبي، وهذا هو قرار اتحاد اوروبي يعني بكاملها. لذلك طبعا هذه الامور هي الامور التي يعني تعرقل اي حاله من الحاله الاقتصاديه والعلاقات الاقتصاديه بين الدول الاوروبيه والنظام الايراني، بالرغم ان هناك طبعا مصلحه مشتركه، لكنها ان هذه الاعمال اضافه طبعا اذا المشروع الصاروخي الذي هناك مواقف مؤلنه من قبل فرنسا ومن قبل دول والمانيا والدول الاوروبيه تجاه هذا الامر. طبعا النظام الايراني لا يستطيع التخلي لا عن ملف الارهاب ولا عن الملف الصاروخي، وهذا طبعا هذا الذي يعني يقع عائقا لاي تكبير اقتصادي بين النظام الايراني وبين الدول الاوروبيه. بالمقابل، ما إمكانية النظام الإيراني لمواجهة هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية؟ في الحقيقة وطبعا بسبب الوضع الاقتصادي بالداخل الإيراني، وأنا أريد أن أشير إلى بعض باختصار شديد إلى بعض الأرقام، إضافة إلى الانتفاضة المباركة التي انطلقت في 28 ديسمبر 2017 وعجز النظام الإيراني من إخماد هذه الانتفاضة التي استمرت إلى يومنا هذا. لكن الإحصائيات التي كنت أريد أن أشير، كان هناك موازنة العامة للنظام الإيراني عام 2018 كان 110 مليار دولار. الآن الميزانية الجديدة للنظام الإيراني نزل إلى 47 مليار دولار بدلا من 110 السنة 2018، وهذا 47 مليار دولار موازنة العامة تعتمد على بيع أكثر من مليون ونصف برميل يوميا من النفط بسعر 70 دولار، بينما الآن النظام الإيراني لا يستطيع بيع أكثر من مليون، وحتى البيع من أكثر من مليون أيضا يواجه صعوبات، بينما لا يتعدى سعر برميل نفط الآن 56 دولار. لذلك النظام الإيراني سوف يواجه عجزا كبيرا، وهذا العجز الكبير في الميزانية في الموازنة العامة إضافة إلى الوضع الاقتصادي، وفقط أريد أن أشير إلى رقم 300 ألف عامل تحولوا إلى يعني البطالة والقش وشريحة البطالة في إيران بعدما توقفت مصانع صنع قطع الغيار. تم تسريح العمال. في هذا الصدد، كيف تفسر زيادة الاعتقالات والإعدامات والقمع في الداخل الإيراني في ظل ضغوط الدولية على نظام طهران، وكذلك في ظل هذا الحراك الشعبي الذي تشهده إيران؟ هذا هو الطريقة الوحيدة المتبقية للنظام الإيراني للتعامل بالنار والحديد مع يعني الحراك الشعبي والحركات الاحتجاجات الكبيرة في جميع الشرائح وطبقات المجتمع الإيراني من العمال والفلاحين والمعلمين والمتقاعدين والطلاب وتقريبا وحتى سائقي الشاحنات، كلهم في يعني في إضراب عن الأمل، ويوميا تشهد طهران العاصمة وكبريات المدن الإيرانية هذه الاحتجاجات، والنظام الإيراني لا يجد اي طريقه سوى حملة الاعتقالات والقتل، واللي الان المنظمات الدوليه تشير الى اكثر من 7000 معتقل، ولكن هذا مجرد يعني تخمين جدا جدا متواضع، الحقيقه بالعشرات الالاف من المعتقلين الحاليين موجودين. ولكن شيء مهم جدا، وهناك
بدل وخلافا لما هو الحال مثلا في سوريا وفي العراق، بالعكس تماما في إيران هناك مقاومة منظمة متمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق، وهي الآن يعني تشكل بديل للنظام الإيراني وكل القوميات الإيرانية وكل يعني حركات السياسية متمثلة التي تطالب بإسقاط النظام الإيراني متمثلة في هذه الجبهة المقاومة المشكلة التي تشكل يعني عامل الخوف الرئيس للنظام الإيراني، لأنه التطورات الدولية والتطورات الداخلية بإمكان هذه المقاومة أن تستقطبها وتحولها إلى قوة التغيير في إيران، وهذا ما نتطلع عليها إليه بالخطوات القادمة إن شاء الله. بالحديث عن ما هو قادم، ما هو السيناريو المستقبلي المتوقع للواقع السياسي الإيراني في ظل الضغوطات الأمريكية وتهذيب طهران كما تسميه واشنطن ودعم أوروبا المعنوي لطهران؟ في الحقيقة الوضع الداخل هو الحاسم. الوضع الداخل هو الحاسم بسببين: أولا عجز النظام الإيراني من حلحلة وضعه الاقتصادي من جهة، وعجز النظام الإيراني من إيقاف الانتفاضة في إيران، ويأتي دور المقاومة الإيرانية في نقطة الالتقاء لحاتين الحقيقتين: عجز النظام اللي هو يعني يقترب من حالة الانهيار الاقتصادي، وعجز النظام من إيقاف الانتفاضة. إذن المقاومة الإيرانية هي التي بالمرصاد لاستقطاب حالتين الحالتين الداخليتين من اجل يعني ارتقاء الامر ورق الى الحركه والى الخطوات نحو اسقاط هذا النظام. طبعا النظام الايراني يعني لا يستطيع ان يستفيد من دعم الغربي الذي كان يستفيد الذي كان قد استفاد لحد الان منذ اكثر من 3 عقود. هذا حالة الدعم الدولي اختفى انتهى، والآن النظام يواجه عزلة كبيرة. وعلى سبيل المثال ليس فقط موضوع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بل هناك الآن يعني تخطيط لمؤتمر بولندا اللي هو تشكيل ائتلاف دولي ضد هذا النظام. وطبعا المقاومة الإيرانية في الداخل الإيراني سوف تستفيد من كل هذه التطورات. شكرا جزيلا لك عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني موسى أفشار، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.